دكتور، بناء على كلامكم بحرمة استخدام هذه التطبيقات وحرمة تكسب المال من خلالها، ماذا يفعل من أراد أن يتوب وأن يترك هذه البرامج؟ ما حكم المال الذي ربحه من هذه البرامج بعد توبته، وكيف يتصرف في هذه الأمور؟ إذا تاب أحدهم ويعني بعد أن عرف حكم هذه البرامج التطبيقات فتاب إلى الله واستغفر من ذنبه، فأقول له استرد رأس مالك، يعني أنت واضع $100 استرد رأس مالك، وما زاد عنه فتصدق به، أخرجه، يعني تصرف به، لا تبقيه معك، تصرف به. يعني كيف يتصرف به؟ ينفقه على الفقراء المساكين في الوجوه الخير، يعني يجد مثلا فقيرا أو شخصا مديونا ممكن أن يسدد عنه دينه، مهم أنه تاب كما قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيتصدق بما فضل من مال بين يديه. دكتور، قد يكون هذه الأرباح التي ربحها هذا الشخص قد أنفقها على نفسه أو على عياله أو قضى بها ديونه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إذا كان قد أنفقها على نفسه أو قضى بها ديونه أو استهلكها فلا شيء عليه، عفى الله عما سلف، ولا يعني يخرج بدلا عنها، لا يخرج بدلا منها، يعني يكفيه أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يرجع إليها، ولا يلزمه أن يخرج بدلا عنها، والله أعلم.